الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار يؤثر سلبا ويزيد بانكماش الاقتصاد العراقي. وأضاف الخبراء أن جميع أسعار المواد في الأسواق المحلية في صعود متزايد في ظل الانكماش الاقتصادي. وأشار الخبراء إلى أن الأزمة الاقتصادية وغياب أي برنامج ورؤية اقتصادية واضحة يسرعان الانهيار الكامل ويؤديان إلى تفاقم الأزمة داخل الأسواق المحلية. كشفت شركة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس أن منظمة أوبك رفعت إنتاجها لشهر تشرين الأول بمقدار 480 ألف برميل في اليوم، بينما كان التزام العراق هو 95% لذات الشهر. ووفقا لآخر مسح للشركة، فإن 13 دولة في أوبك ضخت 27 مليون برميل و550 ألفا في اليوم، بزيادة 260 ألف برميل في اليوم عن أيلول الماضي. هذا وشهد العراق انخفاضا في إنتاجه النفطي لشهر تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول بمقدار 100 ألف برميل في اليوم الواحد. توقع عضو اللجنة المالية السابق جمال كوجر تأخر إقرار موازنة 2022 وعدم اختلافها كثيرا عن موازنة العام الحالي، مبينا احتمالية إقرارها خلال آذار أو نيسان المقبلين. وقال كوجر إن رواتب الموظفين مؤمنة وجزء من الموازنة التشغيلية، وسيستمر صرفها خلال العام المقبل في حال تأخر إقرار الموازنة. وبشأن أصحاب القرار 315، فأوضح كوجر أن البرلمان السابق خصص لهم مبلغا محددا في موازنة العام الحالي 2021، مستغربا من كيفية توزيعه من قبل الحكومة، حيث إن آلية التوزيع تخص الجهاز التنفيذي فقط. حذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي ما لم توقف سلطات الاحتلال الصهيوني الاقتطاع من المقاص وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة، فضلا عن استئناف المانحين تقديم مساعداتهم. قال البنك أن الضغوط المالية العامة الفلسطينية زادت من جراء اقتطاعات إضافية أجرتها حكومة الاحتلال من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية. ويبلغ معدل المقاصة قرابة 250 مليون دولار شهريا. تقتطع الحكومة الصهيونية من طرف واحد حوالي 50 مليون دولار شهريا من عائدات المقاصة الفلسطينية. ويتوقع البنك الدولي عجزا في موازنة السلطة الفلسطينية بمقدار 1.360 مليار دولار بنهاية العام الحالي. قدر مصرفيون أن يتمكن المستثمرون في سوق المال الأمريكي وول ستريت من جني عوائد كبرى على استثماراتهم الأمريكية بنهاية العام الجاري. ويقدر مصرف بنك أوف أمريكا الأرباح التي سيجنيها المستثمرون بنحو 20% من جانبه. يتوقع مصرف ويلز فارغو الأمريكي أن تنهي وول ستريت العام الجاري بأرباح قياسية، متوقعا تراجعها في العام المقبل. ويلحظ خبراء اقتصاديون أنه عدا فترة الشهر والنصف التي اهتزت فيها سوق وول ستريت خلال العام الماضي، حينما ضرب زلزال جائحة كورونا عالم المال وأغلقت الاقتصادات الكبرى، فإن الأسهم الأمريكية شهدت أطول فترة صعود متواصل ممكنة ومنذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب في عام 2016. تراجعت أسعار النفط بعد جلستين متتاليتين من المكاسب بعد تهديدات من قبل بايدن وتوقعات بارتفاع المخزونات الأمريكية. ونزل خام برنت 12 سنتا إلى 83 دولارا و 31 سنتا للبرميل الواحد، بينما انخفض النفط الأمريكي 6 سنتات إلى 81 دولارا و87 سنتا للبرميل. وحافظ المنتجون الرئيسيون في أوبك بلس على انضباط صارم للإمدادات في تشرين الأول، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، مع ارتفاع أسعار الوقود
أيضا. وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتخذ إجراءات في وقت مبكر هذا الأسبوع لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين ردا على عدم استجابة منظمة أوبك بلس لرفع الإنتاج النفطي بهدف تقليل الأسعار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.